قناة آفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية، مرحبا بكم. لف محرك 24 مجرى ثلاثة طور 2 قطب. عندنا المحتويات: العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك، نوع اللف والتوصيل الداخلي ورسم الانفراد. العمليات الحسابية: أولا يتم إيجاد عدد المجاري تحت كل قطب هتساوي 24 مجرى على 2 عدد الأقطاب هتساوي 12 مجرى لكل قطب تحت القطب الواحد. عدد مجاري كل وجه تحت كل قطب هتساوي 12 مجرى على 3 أوجه هتساوي 4 مجرى لكل وجه. حساب الزاوية الكهربائية بين مجريين متجاورين هتساوي 180 على 12 مجرى لكل قطب هتساوي 15 درجة. المسافة بين كل وجه هتساوي 120 رقم ثابت على 15 الدرجة بين المجريين المتجاورين تساوي 8 مجاري المسافة بين كل وجه والآخر. خطوة اللف هتساوي 1 إلى 12 1 إلى 10. نوع اللف متداخل، نوع التوصيل بين المجموعات نهاية في نهاية وبداية في بداية، لأن المجموعات متجاورة في حالة محرك ذو قطبين. رسم الانفراد، كما علمنا سابقا أن خطوط اللف 1 إلى 12 1 إلى 10، ولكل وجه 4 مجاري رسم كل وجه بلون مختلف. يتم رسم 24 مجرى وتمثل كل هذه الخطوط المجاري، ولكل وجه لون يختلف عن الآخر. ثم البداية من المجرى 1 الوجه الأول، ثم تسقيط مجموعتين، مجموعة 2 سيريا تتكون من 2 سيريا بنفس خطوة اللف 1 إلى 12، ويتم التوصيل الداخلي في نفس المجموعة نهاية في بداية. ثم المجموعة الثانية للقطب الثاني بنفس خطوة اللف 1 إلى 12 والتوصيل الداخلي نهاية في بداية في نفس المجموعة. ثم التوصيل بين المجموعتين نهاية في نهاية لأن المجموعات متجاورة، ننتهي بطرف نهاية U2 مجرى 13. ثم بداية الفازة الثانية تبدأ بعد 8 مجاري من الفازة الأولى الوجه الأول، تسقيط مجموعة 2 سيريا والتوصيل الداخلي نهاية في بداية. ثم المجموعة الثانية للقطب الثاني نهاية، ثم توصيل المجموعة نهاية في بداية داخل المجموعة الواحدة، ثم توصيل نهاية في نهاية المجموعتين لأن المجموعتان متجاورتان، والانتهاء بطرف V2 مجرى 21، والبداية من المجرى 17 بفرق 8 مجاري بين الوجه الثاني للوجه الثالث، وتسقيط مجموعتين، مجموعة تتكون من 2 سيريا بنفس خطوة اللف 1 إلى 12 1 إلى 10، ثم المجموعة الثانية للقطب الثاني 1 إلى 12 والتوصيل الداخلي نهاية في بداية داخل كل مجموعة في نفس مجموعتها ليمر التيار في اتجاه واحد، ثم التوصيل نهاية في نهاية بين المجموعتين لأنهم متجاورتان. شكرا على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك وشير، وشكرا والسلام.